ثم ذكر ثالثة هذه الخصائص القدرية لهذا الشهر، فقال صلى الله عليه وسلم: وصفدت الشياطين. صفدت، التصفيد هو الحبس، ولذلك في بعض الروايات سلسلة الشياطين، فتحبس الشياطين عن أن تصل إلى الشر الذي كانت تصل إليه في غير رمضان. وهذا لا يعني أن الشيطان لا عمل له، الشيطان له عمل في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان يقل تأثيره على الإنسان بفضل ما يكون من إعانة الرحمن بالصيام وصالح العمل الذي يضيق عمل الشيطان، فإن الشيطان كلما غفل الإنسان تمكن منه. قال الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فبقدر ما مع الإنسان من ذكر الله بقوله وقلبه وعمله يبعد عنه الشيطان ويضيق ويقل عمله فيه. فسلسلة الشياطين سلسلتها بما يكون من صالح العمل، فتصفد الشياطين حقيقة ولا تصل إلى الشر الذي كانت تصل إليه في غير رمضان. لكن هذا لا يعني أن لا يكون للشيطان وسوسة أو عمل، بل له عمل، لكن عمله أقل من سائر الزمان.